حيث واصلت القوات العراقية تقدمها في المحورين الشرقي والغربي لبلدة العفر غرب الموصل، وقد أعلنت القوات العراقية دخولهم حي الوحدة، وذلك في ثاني أحياء القضاء تل عفر عقب معارك عنيفة مع تنظيم الدولة، حيث قصفت القوات العراقية بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع للتنظيم في الحي، معلنة تحقيق إصابات مباشرة وسقوط عدد من عناصر بين قتيل وجريح. وأكد مسؤول أمني أن القوات العراقية تمكنت من تحرير حي النور الأول وتل خضر الياس بحي الجزيرة جنوبية تل عفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.